ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة مشترياتي من اي هيرب زي ما هم قالوا انه الاتش سايلنت، هم قالوا لنا كده. المشتريات دي اشتريتها يوم البلاك فرايدي، وصلتني النهاردة يوم 13/12، فتأخرت جدا بالنسبة ليهم. هم كانت بتوصلني يعني اسبوع بالكتير 10 ايام، ده لما تكون خلاص اتأخرت قوي. ومرة وصلتني خلال 5 ايام. راسلتهم فكانوا هيرجعوا لي فلوسي خلال 48 ساعة عشان المشتريات ما وصلتنيش. فالحمد لله قبل ما يرجعوا الفلوس المشتريات وصلت النهاردة. وصراحة دي اول مرة يتأخروا. انا كل شهر بشتري منهم الحاجات اللي هتكفيني الشهر، سواء فيتامينز او اي حاجة تانية انا محتاجاها كل شهر اجدد فيها. وهفضل برضو اشتري منهم تاني لانه فعلا فعلا حاجتهم حلوة جدا. ودي الكرتونة اللي وصلتني النهاردة. طبعا هنا ورقتين تقريبا، هما كانوا حاطين العنوان الغلط في الورقة الاولى وبعدين صححوا العنوان في الورقة التانية، فانا لازم اخش الايميل بتاع اي هيرب بتاعهم وهم صححوا العنوان. هفتح بقى الحاجات اللي وصلتني. تحت الحاجات بقى بالمنظر ده كده. ايه التغليف؟ طبعا زي كل مرة صراحة تغليفهم حلو، مفيش حاجة جاتلي مكبوبة، مفيش حاجة جاتلي بايظة، كله كويس. ده كيس مليان هوا، العيال بتحب تقف عليه تقعد تفرقع فيه، حلو. الحاجات بقى اللي جاتلي ايه، ده اللي هي الميزو سوب، شوربة الميزو سوب. طبعا ليها فوائد كتيرة جدا، هي اصلا بتتعمل مخمرة بطريقة معينة، بتاخد لها كذا يوم عشان يخمروها. بيخمروا اللي هي الصويا والرز والبصل والجزر والاعشاب البحرية، كل دول بيعملوهم في الميزو سوب، بيعملوهم بطريقة معينة ويقعدوا يخمروا فيهم. بيقولوا شوربة صحية جدا، كويسة جدا، بتقي من السرطانات وبتدي يعني زي هيلثي، حاجات صحية للجسم. دي شوربة الميزو سوب. نيجي بقى عند بذور السليليوم او بذور القاتونة بالعربي. دي حلوة لتنظيم مستويات السكر في الدم، لما بناخد منها معلقة مع كوباية مية بنشبع، فبالتالي بتأخر عملية الهضم، فبالتالي كويسة للأوزانهم زيادة، ان الواحد بيحس بالشبع لأطول فترة ممكنة. بتنظم الكوليسترول اللي في الدم، يعني ليها فوائد كتيرة قوي. بالعربي اسمها بذور القاطونة، لو عملتوا عليها سيرش كويسة جدا، حلوة جدا. ده وانا بقلب عندهم في الاي هيرب لقيتها فجبتها وقلت لما اجربها. وكمية كويسة قوي صراحة، الكمية حوالي 0.5 كيلو، هي 453 جرام، فهي حلوة. وتالت حاجة اللي هي جوجوبا اويل. التغليف ممتاز، تغليف حلو قوي عشان لو حصل منه تسريب ما يقعش. كويس جدا للشعر وللبشرة وللجسم ولكل حاجة. تجاعيد كويس، حب الشباب كويس، منظف للوش، منظف للقدم، بناعم الرجل، بلسم للشعر، مرطب للبشرة، حلو المشاكل البشرة الدهنية والقشرة والكلام ده كله. الشامبو ده بأحماض الفواكه. عندي الثيكنينج شامبو. الحلو فيه، بحب حاجتهم ليه؟ في أنواع شامبوهات كتيرة قوي عندهم، طبعا كل شهر بجيب نوع مختلف. الشامبو بيقعد أكتر من شهر، دي حقيقة، حوالي شهرين، لأن أنا الوحيدة اللي بستعمله في البيت، فبيقعد معي حوالي أكتر من شهر. الشامبوهات بتاعتهم اللي ما فيهاش المواد دي اللي هي البرابين والحاجات التانية والجي ام او والكلام ده، بتكون محتاجة بعدها البلسم. يعني لو جبنا الشامبو من نفس النوع بتاعه البلسم هيكون افضل، لانها شوية بتنشف الشعر.
والفيتامين بتاع الشعر والضوافر لكل شهر، ده طبعا اللي انا قلت عليه قبل كده، للشعر والجلد والضوافر. اشتريت منه الشهر اللي فات، منزله برضو في حلقة من الحلقات، هسيب لكم برضو اللينك فوق. ده فوليك اسيد. طبعا كل حد فينا لازم ياخد الفوليك اسيد ده. اول مرة اطلب منهم الفوليك اسيد، ما نقدرش نستغنى عنه في البيت ابدا، المفروض كل الناس تاخده، الرجالة، ستات، اطفال بس من بعد سن معين. كويس جدا. وطبعا طبعا طبعا الاشواجندا ما اقدرش طبعا خالص استغنى عنها، بتظبط الدنيا تماما كلها. قبل كده عملت حلقة عنها، هبقى اسيبها لكم في اللينك اللي فوق او اللي تحت في صندوق الوصف. من تجربتي انا ما اقدرش استغنى عنها، مفيدة جدا جدا وكويسة جدا جدا، فادتني كتير قوي. بس و كوكو باتر هاي المكونات بتاعته. نيجي بقى عند الانتي ايجين كولاجين، هنحطه ازاي؟ هنغسل بشرتنا كويس قوي بالغسول اللي هيناسبها، وبعد كده هنعمل الديرما، وبعد كده هنحط السيرم بعد الديرما. ليه؟ لانه الديرما هتفتح لنا مسامنا بالابر بتاعتها، ولما نيجي نحط السيرم البشرة هتتشربها بسرعة جدا، وهتستفاد من الفيتامينز اللي فيها والمادة الفعالة اللي فيها. بنقي البشرة وبفتح البشرة بأخر من علامات تقدم السن، هو مش هيلغيها، هو هيحاول يملأ الفراغات على قد ما يقدر، وهيأخر من العلامات الجديدة اللي هي طالعة. حلو جدا جدا من الريفيو بتاعه، الناس مشكرة فيه كتير جدا. ودي المكونات بتاعته هنا. دي بقى التغليف، حلو، قافلينها ببلاستيك حلو، طبعا حاطينها في ازازة غامقة، وده كويس عشان الفيتامينز اللي جوه ما يتأثرش بيها. من الريفيو بتاعت الناس انهم هيجيبوا منها مرة واثنين وثلاثة عشان عجبتهم يعني، فانا جبته على اساس الريفيو كويس بتاعها. ودي كانت حلقتي من اي هيرب. كل شهر انا بشتري من اي هيرب، المنتجات بتاعتهم فعلا 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 كويسة. فيتامينات نقصت عندي، زيوت نقصت، كريمات، بهارات، مكملات غذائية، فبجدد شامبوهات، فبجدد على طول الشهر بشهره يعني، بلحق اللي خلص مني او اللي قرب يخلص فبجيب. في حاجات بتقعد معايا شهر، وفي حاجات بتقعد معايا شهرين، في حاجات بتقعد معايا كمان 3 شهور، فمنتجاتهم مضمونة، بس لازم نقرأ الريفيو كويس جدا قبل ما نجيب اي حاجة. في كود خصم، كود الخصم ده انا هسيبه في صندوق الوصف تحت، عشان لو حد عايز يجي يشتري اي حاجة منه ليه 10% خصم. بس ودي كانت حلقتي بتاعت النهاردة، شكرا ليكم.